خلونا كمان لا يفوتنا أن ننعي للجماهير العاشقة للفن، مش بس الرياضة، للفن عموما، رحيل الفنان الكبير الأستاذ محمود ياسين. فقدت أسرة الفن المصري وفقد الأداء حتى الحضاري والإنساني واحدا من فرسان الفن المصري وأصحاب القوى الناعمة الكبيرة في تاريخ السينما المصرية. الحقيقة كنتش أعرف أنه محمود ياسين له علاقة بالكورة ولا له علاقة بالنادي الأهلي، حتى نعاه اليوم الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، نعاه في تويتر الحقيقة مؤثرة جدا. في تويتر قال الكابتن محسن صالح بعد ما حط صورة له مع الأستاذ محمود ياسين وهم في ريعان الشباب، قال: كنا صغارا وهواياتنا القراءة والرياضة والفن، كان يحضر لمشاهدتي في مباريات الحواري وأشبال المصري، وكنت أذهب لمشاهدته في مسرح نادي العمال ببورسعيد. انتقلت للأهلي وهو إلى السينما، كنت أحضر بروفاته وكان يحضر تدريباتي، وزهد الأضواء واكتفى الوداع، فتى الشاشة محمود ياسين عاشق الفن والأهلي. أحد يعني علامات الاحترام، يعني شيء جميل إن الإنسان مشواره كله تجد كلمة ممكن تلخصه، الاحترام. تشعر دائما بالوقار والاحترام في مسيرة هذا الفنان رحمة الله عليه، كان رائعا.